ورجعنا لحضراتكم مع فقرتنا الأولى. كلام عن تلوث البيئة مش مرتبط بمواعيد محددة. صحيح بكرة اللي هو 5 يونيو هو اليوم العالمي للبيئة، لكن الحديث عمره ما كان مرتبط بيوم أو تاريخ، ويمكن تحديد يوم بيزود اهتمامنا أكتر، بيخلي الدول كمان تنتبه أكتر. طيب هل الموضوع ده متخصص ولا لأ؟ هل الخطورة في زي ما بتتقلنا يعني، ولا فيها مبالغة؟ وهل صحيح أن نص سكان العالم بيتأثروا بشكل مباشر بتلوث البيئة؟ دي أسئلة كتيرة الحقيقة هنطرحها على ضيفنا الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس. صباح الورد على حضرتك. صباح الورد يا فندم. أهلا بحضرتك، منورنا. في البداية عايزين نسأل حضرتك، يعني هل تلوث البيئة وصل بينا وبالعالم لفين؟ يعني إحنا رايحين بالتلوث في البداية كده لفين؟ المختصر المفيد هنا، إحنا مش رايحين حتة. وجود التلوث ده معناها إن حضرتك إحنا بنقلل استمتاعنا بالحياة، بجودة الحياة اللي بنعيشها، بنوعية الحياة، بنوعية الهواء اللي بنتنفسه، نوعية المية اللي بنشربها، وأيضا الغذاء إلى آخر. فتلوث البيئة هي الحقيقة، البيئة هي الحياة. طبعا. فلما الحياة بتتلوث معناها أن إحنا بدرجة استمتاعنا وإشباعنا لرغباتنا وتحسن مستوى معيشتنا بيقل كل ما زاد التلوث، وكل ما يعني زادت الأنشطة الإنسانية بحيث أنها تطغي على البيئة الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبناها. يعني إحنا على الأرض هنا، الكوكب ده إحنا استلمناه من زمان، منذ بدء الخليقة، يعني كان بكر، كان كل حاجة فيه جميلة. بسبب الإنسان وسعيه ورجده وراء إشباع حاجاته الإنسانية دون أن يكون حاطط في الحسبان أن إحنا المستودع الرئيسي للحياة بتاعنا ومخزون الاستراتيجي بتاعنا للبقاء على هذا الكوكب هي البيئة الطبيعية، هي البيئة اللي بناخد منها الموارد الطبيعية اللي بتنفس فيها الهواء، اللي هي أوسط ثلاثة، الهواء والمية والتربة. الثلاثة دول حوالينا احنا بناخد منهم كل الموارد الطبيعية عشان ننتج سلع وخدمات عشان نشبع رغباتنا. المشكلة حضرتك ان احنا بنيجي تاني بنعمل حاجتين. اولا بنستنفذ الموارد بتاعتنا حتى المتجددة منها. يعني لما يجي يقولوا ازاي الموارد المتجددة بنستنفذها، طب ما الهواء ما هو متجدد، ولكن لما بنلوثه طبعاً اصبح ان هو غير صالح للاستخدام الادمي. المية، ما المية متجددة. فاحنا للأسف الشديد أخذنا من الموارد الطبيعية كتير ثم ألقينا بمخلفاتنا. يعني لما استنفذنا الغرض من استهلاك السلع اللي احنا بتاعتنا بنرميها فين؟ برضو في الأوساط الثلاثة اللي هي البيئة الطبيعية، مية وهواء وتربة. ممكن يا دكتور احنا كنا في الأول ما عندناش وعي قوي بفكرة التلوث البيئي، مؤخرا انعقد طبعا مؤتمرات كتيرة زي قمة المناخ، آخرهم كان في الإمارات وقبلها كان في مصر، يمكن الناس ابتدت تبقى أوير شوية بموضوع ان لا احنا لازم يكون في وقفة هنا، احنا كأشخاص عايشين على الأرض لازم يكون لينا دور. فإحنا دلوقتي كأشخاص عاديين جدا مواطنين على الأرض، ايه دورنا؟ ايه اللي نقدر نعمله بحيث ان احنا نحافظ شوية على كوكبنا زي ما بيقولوا، او نقلل من التلوث؟ طيب هو لو حضرتك تسمحي لي، أعظم حضارة إنسانية عرفها الإنسان هي الحضارة المصرية القديمة. طبعا سبحان الله، هذه الحضارة كانت حضارة مستدامة لآلاف السنوات. مستدامة بمعنى ان هي بتحافظ على الموارد الطبيعية وبتستخدم الطاقة المتجددة. يعني قدروا ان هم ينقلوا الحجارة الى منطقة الاهرامات عن طريق استخدام الطاقة الهواء اللي هي الرياح علشان خاطر في المراكب. والنهر النيل ما كانش بيلوث، واستخدموا اول طواحين هواء علشان طحن الغلال والحبوب، كان في مطلع القرن يعني الميلاد، يعني سنة واحد ميلاديا في اسكندرية. مصر أو القاهرة أول محطة شمسية في العالم بتطلع طاقة شمسية كانت في صحراء المعادي 1913. بمعنى إيه؟ إن كان في زمان في مصر كان في تكنولوجيا، كان في وعي، وكان في للأسف الشديد مع الثورة الصناعية سواء الأولى أو الثانية ودخول الوقود الأحفوري، الفحم بالذات، الفحم في الأول كان فحم، عمل حاجات كتيرة قوي. طبعا ركبنا عربيات وطيارات إلى آخره، لكن دي بيجي بسعر، في برايس، في سعر بيجي معاه. السعر هي فاتورة باهظة الثمن، إن احنا بوظنا المعادلة
الربانية الجميلة اللي على هذا الكوكب في مقابل إسعاد أو إشباع حاجات إنسانية لنا، فبوظنا حاجات كتيرة. فدلوقتي حضرتك سؤال حضرتك يعني هو الحقيقة سؤال كبير قوي. الوعي مهم جدا، بس الوعي مش كفاية. تغيير الاتجاهات الاتيتيودز والبرسبشنز مهم جدا عشان نغير سلوكياتنا. هي الموضوع كله في النهاية يا حضرتك مش مجرد وعي. أنا ممكن أكون عارف معايا دكتوراه وبتاع وعارف الموضوع كويس أوي، لكن سلوكياتي غير كده. بفتح العربية وبرمي منها الزبالة. فدي طبعا معناها إيه؟ إن الوعي شيء والثقافة، لكن أترجم هذا الكلام إلى سلوكيات. السلوكيات دي مش هتيجي بين يوم وليلة. السلوكيات دي في الأول لابد أن يكون هناك قوانين منظمة عشان خاطر الناس يمكن وصلت لدرجة الوعي لكن ما تغيرتش السلوكيات. قوانين راضخة زي مثلا برة لو رميت حاجة في الأرض بتبقى فيه غرامة مادية كبيرة جدا، مثلا لو رميت ورقة جام حتى في محطة مترو أو حاجة، سنغافورة مثلا حاجة لو تعرفي طبعا بالظبط. أيوة. فحاجة تقصد ان احنا نعمل ده ونطبق ده عندنا عشان خلاص يبقى الموضوع. هي طبعا في مشكلتين. اولا ما ينفعش ان حضرتك تحطي شرطي على كل مواطن عشان يرمي حاجة، ودي طبعا مش مظبوطة. لكن لازم نوصله إلى المرحلة إن هو عنده الوعي وعارف أن هناك العصا لمن عصا. يعني إيه؟ يعني اللي هيغلط بحكم القانون، والقانون طبعا هو لمصلحة المواطن على فكرة. القانون لما بيتحط لأنه بينظم العلاقة ما بين المواطنين بحيث أن أنا يعني ما ضايقش، يعني سلوكي ده ما يضايقش غيري. فأنا لما باجي النهاردة في البلاد اللي بره حضرتك بتتكلمي عليها، هم وصلوا الى مرحله يعني تقصد البلاد اللي بتستخدم قوانين رادعه؟ لا، هم عندهم القوانين بس المواطنين هناك حضرتك مش يعني بيتعاملوا مع البيئه من منطلق ان دي حمايه البيئه، ده واجب عليهم لان ده حمايه لهم في المستقبل والاجيال اللي جايه. هو مش بيعملها كده عشان القانون بيقول. هو في الاول كان في قوانين وهو كان بيمتثل لهذه القوانين وبيلتزم بيها. لما زاد وعيه وثقافته واصبح جزء من الثقافة بتاعته وجزء من التكوين النفسي بتاعه، هو بيحافظ على البيئة. مش كده وبس، هقول لحضرتك على حاجة يعني أكتر من كده. كنا بنشوف في أوروبا لما كنت بدرس وكده إن كان هناك حملات بيجمعوا فلوس تبرعات عشان حماية الفيل الأفريقي من الانقراض أو النمر التايلاندي من الانقراض. طب إيه اللي يخلي المواطن في أوروبا يعمل حملة زي دي؟ لأنه عارف أن القيمة التواجدية الاكزيستنس فاليو لوجود مثل هذه التنوع البيولوجي الثري جدا من غير خلل في التوازن البيئي بالظبط. هي بوليس التامين لحياتنا ولاولادنا، لان فيها المصادر الجينيه اللي هي الوراثيه يعني اللي هنطلع منها الامصال، هنطلع منها الادويه، وبرده فيها الغذاء بتاعنا. فايه اللي يخلينا يعني ما فيش حاجه خلقت على ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش حاجه على هذا بالظبط كده حضرتك على هذا الكوكب الا لو كان لها هدف. احنا لو مش فاهمين الهدف منها مش معنى كده ان احنا نروح نصطادها عشان انا عندي في البيت اجيب ميمروبيليا من الحيوان اللي اصطادته واحطها عندي في الصالون واقول للناس شفتوا انا رحت اصطادت. لا، الموضوع ابعد من كده بكتير. وعلى فكره هو تطور في الفكره حضرتك، لان كان زمان حتى اوروبا اللي هي دلوقتي يعني يعتبروا الجوروز او الناس المتقدمين قوي في موضوع البيئه كانوا هم اكتر ناس بيدمروا البيئه. صحيح صحيح. ما انا كنت عايزه اقول لحضرتك ان هم مش دايما بيبقوا يعني، لا ده الموضوع ده ليتلي هم بقوا بيحطوا قوانين فعلا عشان الحفاظ. هو تطور في الفكر يعني، هو حضرتك تطور في الفكر يعني الحاجات يعني دي يعني في بلاد كتير انا شخصيا يعني شفت ده بعينيا. لا كنت بمشي في شوارع زي مثلا خلينا نقول امريكا، وخلينا نقول في نيويورك تحديدا وفي فرنسا وفي انجلترا، لا كانت الشوارع الداخليه كلها زباله وكلها اكياس. يعني الواحد ما كانش مصدق ان هو في البلاد اللي هو المتقدمه اللي احنا رايحين نشوفها زي ما العالم بيقول عليها. طب دكتور خلينا عمليين اكتر ونتكلم بشكل سبيسيفيك حتى للمشاهدين والمواطنين، نقول لهم ايه المواد او المنتجات اليوميه اللي احنا ممكن نكون بنستخدمها في حياتنا اليوميه ممكن تكون ضاره بالبيئه. طيب انا هبتدي باهم حاجه موجوده اللي كيس البلاستيك. البلاستيك لما أنتج يعني بعد الحرب العالمية الثانية كان يعتبروه نعمة. كل حاجة أصبحت بلاستيك، بلاستيك. حياتنا كلها أصبحت حياة من البلاستيك. وكل حاجة بقت سهلة لأن موجود المنتجات البلاستيكية. اكتشفوا بعد فترة أن أكبر نقمة على هذا الكوكب هو البلاستيك. فدلوقتي إحنا بنحاول نتخلص من ديون
علينا وعلى الإنسانية بسبب استخدام البلاستيك. يعني الأنهار، البحيرات، أنا مش بتكلم على مصر، بتكلم عامة، البحيرات، المحيطات والبحار كلها البلاستيك فيها. ما هو حضرتك احنا بنرجع نقول ايه في البداية، بنرمي مخلفاتنا فين؟ بنرميها في الأوساط الثلاثة، أسهل حاجة عشان نخلص منها. فراحوا الناس رموا المخلفات بتاعتهم في البحر، في النهر، في البحيرة. المشكلة بتاعت البلاستيك ان هي مش بايوديجريد، لا تتحلل إلا بعد آلاف السنوات، فما بتتحللش فبتفضل موجودة لنا. فالمشكلة بتاعت البيئة دلوقتي هي وجود مخلفات من البلاستيك، ودلوقتي في حملات كتيرة قوي ينظفوا الأنهار من البلاستيك، ينظفوا البحيرات من البلاستيك وإلى آخره. فإحنا بنعمل إيه دلوقتي حضرتك؟ ناخد مثلا موضوع مصر، احنا في مصر الحقيقه السلطه المختصه اللي هي وزاره البيئه وحاجات شؤون البيئه ابتدوا يعملوا مواصفات للاكياس البلاستيك اللي حضرتك لما بنروح السوبر ماركت او المحلات بناخدها، بحيث ان هي رقيقه جدا، فبيسموها احاديه الاستخدام، سنجل يوز بلاستيك باك، تستخدم مره واحده، حضرتك ما بتقدريش تستخدميها تاني ولا تالت، فبنضطر ان احنا نرميها. فعملوا المواصفه الجديده تبقى سميكه بحيث ان احنا نقدر نستخدمها اكتر من دي. مرحله اولى. المرحله الثانيه هي ورقيه بقى، ما هو استبدال صحيح. كامل، احلال كامل لكل البلاستيك اللي هي الاكياس اللي هي اللي بنعمل لها تعبئه وتغليف بحاجات سستين وحاجات مستدامه. زي عندنا احنا متاخرين شويه في الخطوه دي، يعني يوروب مثلا اولا الاكياس ورقيه او 80% منها ورقيه، ولو هتاخد لو انا بشتري حتى حاجه في محل لبس انا بشتري الشنطه بيورو مثلا او باتنين يورو، يعني ما بتاخدش كيس كده مع الحاجه وبتديك الحاجه، المفروض يبقى انت معاك شوبينج باج، يعني شنطه قماش او ايا كان بتحط فيها المشتريات اللي انت جبتها. لو هتاخد او مضطر انك تاخد شنطه ورقيه او بلاستيكيه لازم تدفع فلوس عشان الموضوع ما يبقاش كده. يعني مش عايزين نقارن نفسنا باوروبا مثلا. ليه؟ لان حضرتك يعني ظروفنا، اقتصادنا، النواحي الاجتماعيه عندنا بتتطلب مننا ان احنا مش بنقارن نفسنا، بس لو ده الافضل ليف دي ما نعملش كده. حضرتك احنا ماشيين في خطوات دلوقتي اعتقد ان الكلام ده هيؤدي كده، ولكن الموضوع ما بيبقاش بقرار. دي الناحيه دي ليست بقرار تنظيمي، ولكن زي ما حضرتك تفضلتي لازم يكون في وعي، لازم الناس تعرف اين البدائل. ما هو لازم حضرتك توفري البديل برضه. ليه؟ لان هو هيجيب معاه شنطه من بيته، او ممكن الدوله ان هي تدعم، ما هو ده الجزء الثاني، حضرتك تدفعي فلوس عشان تاخدي شنطه البلاستيك، او حضرتك تشتري شنطه مثلا معموله من قشر الموز او من الجريد بتاع النخل او حاجه زي حاجه او قطن او كده، بيكون بدعمها عشان خاطر انا بيكون عندي الحافز الاقتصادي ان انا استخدم البديل بدل ما ادفع فلوس. بالعكس، ده الدوله بتدعمني ان انا استعمل البديل. الحاجات دي حضرتك بتاخد وقت علشان خاطر تورك، يعني ان احنا نظبط العمليه دي كلها. ولازم المنافذ البيع وكل المحلات والحاجات دي ان هي تلتزم، ولازم الناس تبقى عارفه عشان لما تروح بتبقى عارفه هي بتعمل كده ليه. ما احنا دورنا بقى ان احنا دلوقتي نبتدي نوعي الناس بالكلام ده، نبتدي نعرفهم ان ده موجود في دول تانية، ان ده موجود على ارض الواقع، عشان يبتدي ان هو يبتدي ينتشر البدايه. فعلى الاقل الناس تبقى عارفه ان ده دي خطوه لازم تتاخد، واحنا متاخرين. انا لسه عند كلامي، احنا متاخرين فيها الحقيقه. احنا بنشكرك جدا على المعلومات اللي حضرتك قلتها لنا النهارده، هي كنت منورنا دكتور علاء سرحان استاذ اقتصاديات البيئه بجامعه عين شمس. صباحك صباح الورد. صباح الورد يا فندم. سادة مشاهدين، دي كانت نهاية فقرتنا الأولى، هنخرج لفاصل قصير ونرجع لكم مع تاني فقرتنا النهاردة. ما تروحوش في حتة.